لو وقفت اي واحد عاقل في الشارع وسالته لو معاك 50 جنيه تشتري 2 كيلو موز ولا موزتين؟ موزتين ب 50 جنيه. ماشي. السلام عليكم، ازيكم؟ في الحلقه اللي فاتت قلت لكم ان احنا عملنا فوت وسالنا الناس هنا على القناه هل تحبوا نروح للمنتجات ولا المطاعم، وعملنا فيديو اللي فات مطعم. فالنهارده احنا لا هنعمل منتجات ولا هنعمل مطاعم، النهارده هنعمل فاكهه، ولكن مش الحاجات اللي بنلاقيها عند الفكهانيه العاديه، لا، فيديو النهارده هيبقى عباره عن مقارنه الفاكهه اللي كلنا بنلاقيها عند اي فكهاني والفاكهه المستورده، او معنى ادق الفاكهه اللي مش موجوده في مصر ومش متوفره في كتره. عايز اقول لكم ان اسعار الفاكهه المستورده دي عارف بصراحه مين اللي بيشتريها، واسعار الفاكهه عندنا اصلا في مصر غليت الفتره الاخيره، ولكن لا تقارن تماما باي حاجه جايه من بره. فعل لايك للفيديو بليز، اعمل اشتراك معانا في القناه، وخلينا نبدا بالموز. تقريبا حاليا مفيش فاكهه تقدر تجيبها في السوق غير الموز، كلنا لسه مستنيين البرتقال عشان يبقى برتقالي كده ونعرف نجيبه وناكله فيتامين سي. لو انا قلت لك موز اول حاجه هتيجي في بالك هو ده الموز اللي كلنا عارفينه، موز اصفر، اوكي، بيبقى لونه اخضر شويه في الاول زي كده، وبعد كده بيستوي بيبقى لونه اصفر. هل بقى تعلم ان الموز ده فيه منه الوان تانية؟ يعني عندك مثلا فيه منه موز بنفسجي، موز ازرق، وموز احمر. هو مش احمر قوي، هو انت لو بصيت له كده هتلاقيه البنفسجي برضه، بس هو المفروض ان هو موز احمر. متوسط سعر الموز عندنا هنا في مصر تقريبا دلوقتي من 12 ل 15 جنيه، ولكن سعر الموز المستورد الاحمر ده هل انت مستعد؟ 237 جنيه الكيلو. عاوز اقول لك ان الموزتين دول ب 50 جنيه، يعني الموزايه الواحده 25 جنيه، ب 25000 لايك الان. خلينا نعرف ايه الفرق بين الموز الاحمر والموز الاصفر. بس خليني اقول لك كام معلومه كده عن الموز الاحمر ده، ممكن نحاول نفهم هو ليه غالي بالطريقه دي. الموز الاحمر هو ليه اسم تاني، هو الموز الكوبي، هي ثمرة آسيوية قديمة شوية. الموز ده بيطلع فين؟ هو بيطلع في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية. أكتر دولتين بيتزرع فيهم هو المكسيك وكوستاريكا، برضه بيبقى موجود في بعض الدول الأفريقية زي تنزانيا وزنجبار. طبعًا أي حاجة غالية هتعرف إن هي بتستخدم في تقليل الوزن. في علاقة عكسية ما بين السعر وما بين الكرش. بيحتوي الموز الأحمر ده على مضادات أكسدة بتساعدك على حفظ صحة العينين. ثالث حاجة يقال إن الموز الأحمر ده مفيد جدًا لصحة القلب. أربعة علاج الإجهاد، لو أنت مجهد شوية فبرضه بيقال إن الموز ده بيساعد على يعني علاج الإجهاد والستريس وقوة الجهاز المناعي. وآخر وأهم حاجة إن هو بيقال إن هو بيحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين سي، بتوصل من 15 ل 20% من النسبة اللي جسمك بيحتاجها في اليوم، ودي نسبة بتعادل الموزاية الواحدة يعني 3 أو 4 موزات من الموز الأصفر العادي. اوكي تمام، بس الموز الاصفر ارخص بكتير منه. حاجه برضو مهمه الموز الاحمر بيعملها هو تحسين الهضم، ولكن بالتالي معظم القيم الغذائيه للموز الاحمر دي موجوده اساسا برضو في الموز الاصفر، خصوصا نسبه البوتاسيوم ونسبه الاملاح المعدنيه المفيده جدا. موزايه صفرا، انا رحت للراجل قلت له انا عاوز موزتين بالعدد، هم موزتين كفايه قوي. الموز الاحمر اصغر من الموز الاصفر شويه، نفس السمك تقريبا، ولكن هو برضو كان مكتوب ان هو اقصر منه كده. في موز بلدي برضه عندنا بس ما بيبقاش تخين كده، بيبقى رفيع شويه. لو بصينا لملمس القشره هنلاقي ان الاحمر املس شويه، اوكي. الموز فيه اربع نواحي بتقشر منه، لكن هنا 1 2 3 4 5 نواحي بتقشر منه الموز الاحمر. هو ليه ناشف كده؟ ايه ده فيه؟ فيه مش عارف، هي دي ما استوتش ولا ايه؟ ناشفة كده مكلبشة في الموزاية، في ايه يا عم ما تطلع في ايه؟ هي ما استوتش؟ المفروض ان هي مستوية، ده هي حتى يعني لونها متغير شوية عن اللون الأحمر. تقشيرها صعب شوية كده ليه؟ بصوا تقشرها بيطلع لك قشرة تانية. القشرة الخارجية دي ريحتها عاملة زي الخيار شوية. وكان مكتوب في المعلومات ان هو ريحة الموز المفروض تبقى قريبة شوية من ريحة التوت. بس لا انا شامم ريحه الطبقه الخارجيه اللي هي اقرب لريحه الخيار. محتاجين سكينه؟ ليه العذاب ده؟ انا مش فاهم. وات ذا تتعرش قدام حد غريب مثلا ولا ايه؟ وفي دي الموزه الحمراء، اوكي، بص صغننه ازاي، والله العظيم الفيديو ده يودينا في داهيه. دي الموزايا المفروض الثانيه الخضراء، اوكي، دي لونها رايح شويه ناحيه الاصفرار، دي لونها ابيض خالص، دي ملمسها طري جدا، دي ناشفه، ومعرفش دي عشان مش مستويه ولا ايه الدنيا يعني، وفي ايه؟ انا حاسس عامل زي الكاوتش كده، مش عارف. ريحه الموز دي طبعا احلى بكتير.
تمام. الموز الاصفر كلنا عارفين طعمه، بتضحك علينا ولا ايه؟ الموزايه تحس انك بتاكل حاجه كده ناشفه يعني. الموز الاحمر يعني اغلى موزايه تقريبا هاكلها في حياتي. بسم الله. وش الموزايه دي مش مستويه، حاسس انها بتلزق في بقي كده. لا اكيد اكيد الموز ده مش مستوي، بس ازاي الكلام ده؟ عارفين كيس البلح بتاع ده حرفيا احنا اتضحك علينا يا رجاله. بتاع طعمها كاوتش خالص. ايوه اللي كان مكتوب اصلا على الانترنت ان هو المفروض اصلا دي تبقى كريمي عندي وتبقى ملمسها كده في بقك زي كريمي، ويبقى برضو طعمها قريب كده من طعم التوت. لكن ده ماله الموز بتاعنا؟ ماله جميل وزي الفل، وتحط عليه نوتيلا ويبقى جميل جدا. تجربه فاشله تقريبا، دي اول تجربه تفشل معانا على القناه. تمام قوي، هاتوا موز اصفر يا جدعان، الموز الاحمر غالي اوفر وطعمه غريب جدا وغير مفهوم بالمره. مش عارف يعني، ممكن عندي على الانستجرام او حتى في شورت هنا على اليوتيوب برضه عشان الناس على اليوتيوب ما تزعلش، ممكن استنى اما الموزايه دي تستوي شويه، مش عارف ممكن احطها في الشمس مثلا بكره او حاجه ونشوف هل طعمها هيتغير، هل هتبقى كريمي شويه ولا لا. بحس ان الموضوع في الموز الاحمر ده. شكرا. خلينا ندخل على الفاكهه الثانيه اللي معانا النهارده. اوكي، وانا بشتري الموز الاحمر المستورد الغالي الجميل ده، لقيت برضو ان هم عندهم مستوردين كيوي اسمه كيوي جولد، فانا حبيت اعرف ايه الفرق بينه وبين الكيوي العادي اللي بنشتريه من عند الفكهاني يعني. حرفيا برضو جبت كيويتين بالعدد، لان سعر الكيوي الجولد المستورد ده 240 جنيه. الكيوي العادي اللي احنا بنشتريه هو برضو بيبقى مستورد، بص مليان شعر ازاي. بقى كيوي مستورد بس نضيف شويه اسمه كيوي جولد، حالق خالص يعني، تقريبا شال شعره ليزر ولا ايه مش عارف، بس حاجه كده بنت ناس قوي، املس تماما. وخليني اقول لك صديقي بعض المعلومات عن الكيوي. لكن الكيوي الاصفر بينمو في جبال وغابات الصين. من اهم فوائد الكيوي ده هو منع الجفاف، عشان هو بيحتوي على نسبه كبيره من الميه او السوائل جواه. يعني برضو حاجه مهمه جدا، هو بيساعد على نضاره البشره، عشان هو بيحتوي على نسبه كبيره من فيتامين ه اللي بيساعد على تقليل التجاعيد بتاعه البشره. برضو بيساعد الكيوي ده على تحسين الهضم، وبرضو زي الموز هو بيحتوي على نسبه كبيره جدا من فيتامين سي، هو ممتاز جدا وحلو جدا في الشتاء وبرد والايام اللي احنا فيها دي. ده الكيوي عامه بقى، بس بالنسبه للكيوي الجولد ده مكتوب ان هو من اكتر الدول يعني اللي بتزرعه هي نيوزيلندا. حتى لما تجيب كيوي كده وتحطه مع شويه افوكادو وعصير وبتاع، دي العاديه، دي ده الكيوي العادي، مجرد بس بحط فيه السكينه قشرته ناعمة جدا. الكيوي ده لما بيبقى مستوي ده شكل الكيوي العادي من جوه، بيبقى مليان بذر كده، بس البذر ده بيتاكل برضو. سبري سان جولد نيوزيلندا، اقطعها برضو من النص كده، ده شكله كده، ده الكيوي الجولد. هو فعلا لونه من جوه اصفر كده خالص، جولد تماما، تحس انه مليان ميه عن الكيوي العادي بتاعنا هو الاخضر ده. شايفين فرق اللون يعني، واضح شويه موضوع المايه اللي انا بتكلم فيها. الكيوي العادي بسم الله هو ميزز بس شويه، بس مش قوي. عاوز اقول لك الكيوي ما بيبقاش مستوي كويس ما تعرفش اصلا تستطعمه، لازم تحطه في عصير في حاجه زي كده. هو حلو جدا بصراحه في العصاير. تمام، هل بقى الكيوي الغالي الجولد المستورد ده قشرته حتى قشرته ادخن شويه من قشره الكيوي العاديه؟ تمام، تحسها شبه قشره الكنتالوب شويه. ده مليان ميه بطريقه، وانا بقشر حتى الميه نازله كده منه. اوكي، ده كيوي الجولد المستورد بسم الله. جامد جدا، تحس كده بحاجه حادقه كده في الاخر، حاجه فيها نسبه حموضه كده، مليان ميه، ما بتحسش انك بتمضغ حاجه كده، بتحس انك بتاكل حاجه شبه البرتقال شويه، نسبة كده في الاخر حاجة كده اللي هو مسكرة جدا في الاول، وفي الاخر بتلاقي نسبة كده حموضة او حاجة لازعة كده. بصراحة لا، طعمه ممتاز جدا سبحان الله. يعني ده مستورد وده مستورد برضه، فليه ده اغلى من ده؟ خمس اضعاف تقريبا. انا نسيت اقول سعر الكيوي العادي ده تقريبا 56 جنيه حاجة كده، فالمستورد ب 240 بتكلم في خمس اضعاف السعر. سبحان الله، بتبقى نفس الفاكهة ونفس الثمرة ونفس كل حاجة، بس دي طعمها مسكر جدا عندي، ودي دي أحلى بكتير من الكيوي اللي احنا بناكله الأخضر ده. لكن السعر بصراحة أوفر جدا يعني. عاوز أقول لكم إن أنا برضو جايب الكويتين دول بحاجة 40 جنيه، فالواحدة تقف عليك برضو ب 20 ب 22 جنيه، ده سعر برضو
غالي شوية علينا هنا في مصر. خدها مني بقى لو لقيت اي فرصة وانت في اي دولة من الدول الاسيوية دي، ربنا كرمك مثلا وسافرت نيوزيلندا، سافرت الصين، سافرت اي حاجة، حاول تجرب الكيوي الجولد ده لانه فعلا هيعجبك جدا. ما تحس انك الكيوي التاني ده لا ايه اللي احنا بناكله ده. فيديو النهاردة كان فيديو مختلف شوية، عاوز اعرف رأيكم بصراحة في الفيديو ده، هل نكمل في القصة بتاعت الفواكه دي يعني من حين لآخر، لان بصراحة برضو اسعارها غالية جدا. في بعض الفواكه حرفيا احنا ما نعرفش عنها اي حاجة، كانت موجودة في محل اللي انا اشتريت منه اللي هو محمود الفار ماركت اللي موجود في التجمع. اكيد برضو الفواكه دي لو انت برا حابب برضو اسمع رأيك فيها، واضح ان في قصة تانية من الفواكه تماما غير اللي موجوده هنا في مصر. لو حابين نجرب فواكه تانية اكتبوا لي تحت في الكومنتات. لو الفيديو كان عجبك بليز اعمل لايك للفيديو، وما تنساش برضو تشترك معانا في القناه، عاوزين بقى نكبر القناه كده شويه. ما تنساش برضو تتابعني على الانستغرام. شكرا جدا ليك، سلام.